أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان. صفحات من الماضي. في مثل هذا اليوم في 14 من يونيو عام 1977 استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة كلا من معالي محمد خليفة الكندي رحمه الله وزير الأشغال العامة والإسكان وسعادة أحمد جاسم العبدولي وكيل الوزارة. وعقب المقابلة قام صاحب السمو حاكم الفجيرة يرافقه وزير الأشغال العامة والإسكان والوفد المرافق له بجولة اطلعوا خلالها على الأضرار في ميناء الفجيرة وميناء دبا الفجيرة التي نتجت عن موجة مد البحر بحيث اجتاحت شواطئ المنطقة الشرقية. وصرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان أحمد العبدولي أن معالي الوزير أبدى اهتماماً بالأضرار التي حدثت لكاسر الأمواج في ميناء الفجيرة، وقال إن هذه الأضرار تعتبر بسيطة، أما في ميناء دبا الفجيرة فقد أصدر معاليه تعليماته بأن تبدأ عمليات الصيانة لإصلاح الكسر الذي حدث في ميناء دبا القديم بسبب المد المائي الذي لم تشهد له المنطقة مثيلاً منذ 17 عاماً. كما قام وزير الأشغال العامة والإسكان معالي محمد خليفة الكندي رحمه الله بالاجتماع بالصيادين الذين قدموا شكرهم لمعالي الوزير، كما قاموا برفع مذكرة بالأضرار التي لحقت بمعدات الصيد نتيجة مد البحر والتي وعد معاليه بحلها في أقرب وقت ممكن. صفحات من الماضي.